السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نحمدك حمدا يليق بجلالك وبجمالك وبعظيم سلطانك. لك الحمد يا رب بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس من أمة خير الأنام سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقله. لا تحويه الأقطار، ولا يجري عليه ليل أو نهار، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح للأمة، فكشف الله به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، أي أتاه الموت. اللهم جازه عنا خير ما جزيت به نبياً عن قومه، ورسولاً عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كان حديثنا في الأسبوع قبل الماضي عن أن الدين يسر، ورجونا ألا يفهم من كلامنا أننا ندعو إلى التسيب. ثم تحدثنا إلى حضراتكم في الأسبوع الماضي عن تعظيم حرمات الله، فإنها من تقوى القلوب، ورجونا ألا يفهم الخطاب على أنه دعوة للتشدد، وإنما لاعتدال أحبابي في الله. التوسط دائما وأبدا، هكذا أرادنا رب العالمين لما جعلنا أمة وسطا. صار هناك دائما وأبدا اعتدال في كل شيء، فإن الاعتدال هو سر البقاء،
والتطرف هو سبب الفناء والهلاك. لذا أحبابي في الله، اليوم وبما أننا كنا نقرأ مع أحبابنا في هذا المسجد العالم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي رواده جميعا، كنا نقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا كان في رسول الله هذه الأسوة الحسنة؟ أحبابي في الله، كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو التطبيق أو هي التطبيق العملي للقرآن الكريم. فلما تسمع أمرا من أوامر الله، انظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخرجها النبي إلى أرض الواقع حتى تتعلم. وسأقول لحضراتكم اليوم أننا بصدد الحديث عن أمر قد يغير مجرى حياتك حقيقة، وهو ألا تفتن بهذه الدنيا وألا تغتر بها مهما كانت المغريات ومهما مورست عليك الضغوط. كن صلبا، كن رجلا، كن ثابتا. ولذا أحبابي في الله قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي له أسوة فإنه يطمح لأن يكون مثلها، فيسير على ضربه ويتبع خطاه عساه أن يكون مثله. ولأننا نعلم أنه ليس هناك من هو مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نسير على ضربه طمعا أن يحشرنا الله في زمرته. قلوا آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا أحبابي في الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أضرب لحضراتكم مثال الدنيا والتعلق بأستار هذه الدنيا هي سبب كل فتنة في هذا الوجود، وسبب كل انحراف، كل انحراف يحدث لكل إنسان، سبب كل انحراف. التعلق بالدنيا عند كثير من الناس يغير مبادئهم، يغيرون مبادئهم، يبدلون أفكارهم، لأنهم مفتونون بهذه الدنيا، لا يريدون إلا الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى وصف هؤلاء وصفا جميلا في القرآن الكريم. قال رب العالمين أن الاهتمام البشري سيكون إلى يوم القيامة أولا بالدنيا، ولا ينجو ولا يعفى من هؤلاء إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى. وقال ربنا أن وسيلة الإيمان هي النظر. اسمع بقى إلى المنظومة هذه كيف تأتي في القرآن. ربنا قال في بداية سورة الروم، لما ذكر ربنا أنه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ربنا سبحانه وتعالى قال أن هذا هو وعد الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذا أحبابي في الله، ذكر ربنا أن الناس سيلهون بطلب هذه الدنيا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال ربنا سبحانه وتعالى عن تعلق الناس بالدنيا ذلك مبلغهم من العلم، لأن الذي يتعلق بالدنيا يضحي بكل غالٍ ونفيس، كل غالٍ ونفيس في نظرنا نحن بالجنة بالآخرة بالنظر إلى وجه الله الكريم في مقابل متاع زائل. ولذا رب العالمين سبحانه وتعالى قال إن الذين لا يرجون لقاءنا، نصيحة لوجه الله، كلما قرأت كلمة يرجون أو لا يرجون فاعلم أن هذا متعلق بالتخطيط الإنساني بالتدبير البشري.
كلنا يدبر النفس ويخطط لنفسه. رب العالمين قال أنه من الناس من ليس في حساباته أنه سيلقى الله، بل كل عمله منصب على هذه الدنيا، فالدنيا أخذته ولجنته وساقته. هكذا رب العالمين قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سورة يونس. ولذا لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة. ورد في البيهقي أو أورد البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه وورد في صفة الصفوة وكتب أخرى كثيرة أن أبا الوليد، أبا الوليد عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة اسمع، قال يوما لأصحابه وكان معروفا بينهم بالحكمة: ألا تركتموني أحدث محمدا أعرض عليه أمورا فلعله أن يقبل بعضها؟ فوافقوا، فذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في مكة والمسلمون في حال من الضعف، ومع ذلك هؤلاء الأقوياء رضخوا وجاءوا للتفاوض مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والآن أحبابي في الله، انظروا كيف يثبت النبي بتثبيت رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه القصة ليست غريبة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قاله عتبة ابن ربيعة يحمل شيئا من التهديد، ويحمل شيئا من التأمين والتعشيم، ويحمل شيئا من المفاوضات. هناك محمد تكلم معنا، قال الأول هنفضل نحارب بعض إلى آخر عمر، لابد أن نتفق على شيء. يا محمد، جلس إليه وقال: يا محمد، إنك منا، من السطة من أهلك، ومن المنزلة في العشيرة ما قد علمت، مكانك عندنا محفوظ يا محمد. اسمع إلى الكلام الرائع الذي قاله عتبة، والله عربي أصيل حكيم فاهم للوضع، يريد أن يكسب الموقع أو المعركة كلها. فجاء يغري النبي صلى الله عليه وسلم: إنك منا من السطة في المنزلة أو في المكانة والمنزلة في العشيرة ما قد علمت يا محمد، وإنك قد جئت قومك بهذا الأمر، بهذا الأمر العظيم، سفهت به أحلامهم، سفهت به أحلامهم، وفرقت به جمعهم، وسفهت به آلهتهم، وكفرت به من سبق من آبائهم. يا محمد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أغنانا. يا محمد، إن كنت تريد مكانة سودناك، يعني صرت سيدا علينا. يا محمد، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، تصير ملك ملك. أما إن كان بك كما يقولون مس من الشيطان جئنا بمن يداويك، يعني كان الأمر أعياك يا محمد ولا تستطيع أن ترده مرض عضال. يا محمد، أخبرنا ماذا تريد. فنظر النبي بكل أدب، النبي يسمع إلى كافر، النبي. لذلك أحبابي في الله، نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستمع لكل الناس. اسمع يا أخي، يا أخي، نحن لا نسمع إلا ما نريد، نحن لا نسمع إلا ما يوافق هوانا. آن الأوان أن نسمع لكل الناس، حتى وإن قالوا كفرا، حتى وإن قالوا لك أن عيسى ابن الله وأنت لا تؤمن، اسمع منه للآخر عشان تعرف ترد علي. يا أخي، لابد أن تسمع يا أخي، نحن قوم لا نسمع، نتكلم كثيرا ولا نسمع. نبينا يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف تستمع بأدب، ربنا يقول: يا محمد اسمع لهم، وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، خذ منه وبعدين أعطيه كلام الله حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنا. ولا يأتونك بمثل، وهذه الأمثلة أمثلة إيمانية كلها كفر، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. يعني يا محمد مهما قال لك اسمع، وسنرد نحن عليه. سبحان الله. فنبينا قال: هل انتهيت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى الجمال،
على أن قرأ مما أنزل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات حتى قرأ قوله سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فاعتزله النبي ساجدا صلى الله عليه وسلم فقام أبو الوليد وخرج على أصحابه فقال يا أبا الوليد والله لقد جئتنا لوجه غير الذي دخلت به. فقرأ عليهم مما قاله محمد وقال أضعها في رقبتي خلوا بين الرجل وبين دعوته. اتركوا الرجل يدعو إلى الله اتركوه فإن غلب كفيتم بغيركم وإن ظهر على الأرض فملكه ملككم ومجده مجدكم. قد قلت لكم وفعلوا ما شئتم. الثبات النبوي في شخصية محمد تجعله القدوة. واعلم أخي في الله أننا كلنا نمتحن بمختلف الطرق. كلنا نبتلى كلنا نراود عن مبادئنا وعن مفاهيمنا وعن ديننا في كل يوم. وكلنا إلا من رحم الله يرسل في الاختبار. أمثلة ممن اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر إلى تأثيرهم. والله الأمر في غاية الروعة. نستطيع نحن نتكلم في خبيب بن علي سريعا. خبيب صحابي جليل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان في المدينة وأسر خبيب في مكة فأرادوا قتل الأسير. والله لو المسلمين فعلوا إرهاب وتطرف وتزمت وتعصب وتخلف ورجعية وأصولية. أما إذا فعله أحد للمسلمين فهذا هو الحق والعدل والإنصاف ومسمات أخرى. لكن سبحان الله أرادوا قتل الأسير فأخذوه إلى الحلم في منطقة التنعيم خارج الحرم المحترمين بيحترموا المقدسات وعلقوه على نخلة صلبوه على نخلة وأخذوا يقطعون في جسده وكان ينزف دما ويتألم إلا أنه كان راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى. فعرضوا عليه عرضا فقيل له يا خبيب أتحب أن محمدا مكانك الآن يعني فقط لا غير أنت لو قلت يعني أنك كفرت بدين محمد وأنك تتمنى أنك المالي بل الموضوع لو أن محمدا مكانك الآن. سبحان الله انظر إلى الثبات فيقول والله لا أحب أن يشاك محمد بشوكتي في رجله على أن أكون آمنا في أهلي. يعني لو ورد علي تذهب معززا وهو في قمة الألم تذهب معززا مكرما إلى بيتك على أن يشاك شوكة محمد شوكة صغيرة في رجلي وخلاص. فقال لا والله أحب إلي أن يفعل بي ما يفعل على أن يشاك محمد بشوكة في رجله. وقبل أن يموت رفع رأسه إلى السماء وهو يحتضر وقال اللهم إني لا أجد من يبلغ نبيك عني السلام اللهم أقرئه مني السلام. والنبي في المدينة يجلس بين أصحابه فيقول وعليك السلام يا خبيب ثم يقول قتل خبيب. هكذا ممن حضر هذا المشهد المأساوي واحد ممن كان وقتها من الكافرين سعيد ابن عامر الجمحي. وما أدراك ما سعيد لما رأى هذا الثبات في الاتباع ثبات على المبدأ لا يراد مثل هذا عن دينه أبدا هذا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أتدري ماذا حدث؟ دخل الإسلام
وسبحان الله العظيم، كان سيفا في يد خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعونه حيث شاء. أنا مسلم يعلم في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له وسيخلفه خيرا بإسلامه، وكان زاهدا لا يحب الدنيا، يسأل الله أن يخرجه من هذه الدنيا سالما لا يغريه شيء. انظر إلى طرق الفتن كيف تأتي للإنسان وكيفية الثبات عليها. والله عندي عدة قصص في هذا الموضوع، سبحان الله. لكن اسمع أخي في الله، لما توفي خليفة رسول الله أبو بكر الصديق تولى عمر الخلافة، ومع أول يوم ذهب إليه وقال له كلاما كثيرا، منه قال: يا عمر، خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله. كلمة، هذه الكلمة لو ظللنا نتكلم عنها، قال له: خف الله في الناس، لما تتعامل مع الناس تعامل وأنت تخشى الله، لكن لا تجعل الناس يضغطون عليك ويؤثرون في تصرفاتك فتطيعهم في معصية الله. فقال: والله لأولينك. قال له كلام آخر: لكن والله لأولينك. قال: بالله عليك يا عمر، يعني اختر غيري، ما بالكم يا قوم تضعون هذا الأمر في عنقي ثم تتركونني وحيدا؟ والله لأولينك حمصا. فوله حمص في الشام، وذهب سعيد بن معاذ إلى الشام وكان واليا عليها، وجاء وفد من الشام يوما يزور المدينة، فاستقبلهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ثم قال لهم: اكتبوا لي قائمة بأسماء فقرائكم أخرج لهم خراجا من بيت المال. فكتبوا، فقرأ عمر بن الخطاب فإذا بينهم سعيد بن عامر الجمحي. فقال سعيد: من؟ قالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم ومحتاج، والله إنه تمر عليه أيام طوال لا يوقد في بيته نار، ليس هناك طعام في بيت سعيد بن عامر. فجاء بألف دينار، ثم وسبحان الله وضعها في كيس وأعطاها: أوصلوا هذه إلى سعيد بن عامر. سعيد بن عامر الجمحي يؤتى إليه بعطاء أمير المؤمنين، فيمسك سعيد بن عامر بالمال ويبكي، ويأخذه في يده ويتجه كالأعمى نحو بيته لا يرى من كثرة دموعه، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تراه زوجته فتقول: ما بك يا سعيد؟ فلا يستطيع أن يتكلم. فقالت له: أمات أمير المؤمنين؟ قال: لا والله أعظم. قالت له: ماذا حدث؟ قال: فتحت علينا الدنيا. فتحت علينا الدنيا، ألف دينار، ألف دينار فتحت علينا الدنيا. فقالت: ولما؟ قال: أرسل أمير المؤمنين ألف دينار، ماذا سأقول لله وأنا عندي ألف دينار؟ سبحان الله. قالت: لا تخف شيء. انظر إلى الزوجة، واحد سبحان الله لو يضع صدقة تقول له اللي عزم البيت يحرم عن الجنة. طبعا ليس كل الزوجات، ولكن هذه كانت من هذه النوعية من الزوجات التي تدفع زوجها إلى البر وإلى الإحسان. فقالت: خلص أنفقها في سبيل الله. فأنفقها كلها في سبيل الله، فأنفقها كلها في سبيل الله، ولم يبق منها ولا دينار واحد، وارتاح الرجل. انظر إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر قصة إن شاء الله. عمر بن الخطاب لما يأتي وفد من اليمن كان في كل مرة يلقاهم: أفيكم أويس ابن عامر القرني؟ ما قلنا لا. وفي أحد المرات جاء عمر على وفد من اليمن فقال: أفيكم أويس ابن عامر؟ فقال: بلى. فذهب إليه قال: أنت أويس ابن عامر؟ فقال: أنا. فقال: أنت من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أصبت بالبرص وشفيت منه ولم يبق منه إلا موضع دينار في جسدك؟ قال: أنا. قال: أنت الذي لك أم وأنت بر بها؟ فقال: أنا. قال: أخي استغفر لي. فقال: ولم؟ قال: والله لقد أخبرني، والحديث في صحيح مسلم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتيكم في من يأتي من اليمن رجل اسمه أويس بن عامر، ثم وصفك النبي صلى الله عليه وسلم: من مراد ثم من قرن، أصيب بالبرص وبقي موضع درهم
في جسده، ثم قال أن لك أما وأنك بر بها. قال يا عمر، رسول يقول لعمر: فإذا لقيت أويسا فاسأله أن يستغفر الله لك. فاستغفر الله لي. فاستغفر أويس لعمر بن الخطاب. أتدرون بما نال أويس هذه المكانة؟ قال علماؤنا لما بحثوا في سيرته قالوا: نالها ببره بأمه، أنه كان بارا بأمه، حتى أنه أسلم ولم يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرعى أمه، ومع ذلك ذكره النبي دون أن يراه. فقالوا أن أعلم التابعين كان سعيد ابن المسيب، وكان أزهل التابعين أويس ابن عامر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. All praise due to Allah, we praise Him, we seek His help and His forgiveness, we seek refuge in Allah from the sins of ourselves and from our wicked deeds. Whosoever has been guided by Allah, there is no one can misguide. Whosoever went astray, there is no one has the ability to guide him but Allah. And I bear witness to that there is no one worthy of being worshipped but Allah. And furthermore, I bear witness that Muhammad is a messenger of Allah. May Allah bestow His mercy upon His final prophet, Muhammad, upon his companion, his family, and all those who follow him till the day of judgment. My dear respected brothers and sisters in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic, ayah, verse in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, سبحانه وتعالى, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Indeed, you have the best example in Muhammad. Muhammad is the role model of all Muslims till the day of judgment. That's why, my dear respected brother and sister Islam, we're going to look at this side of his life, صلى الله عليه وسلم. Allah says in Quran, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Don't let the worldly issue deceive you. It's very clear. Don't let the worldly life deceive you. Be careful, because the worldly life is going to be decorated. We'll try to seduce you. We'll try to attract you. And in the end, you should be Muslim. You should follow your Prophet sallallahu alaihi wasallam if you want to be survived. Otherwise, you will be in a hellfire. Because if you're going to depend on your abilities, on your mind, on your people, on your friends, if you're going to ask people for their opinions about something, for sure, you will be failed. But when you follow the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will be survived. I can assure you, because today I'm going to tell you about a story. About a story. This story is new for so many people. You know, this story is very important. This story tells you something very important. This story tells you about those people who are deceived by this worldly life. Those people who are so attached, their hearts so attached to this worldly life. Those people who are willing to give up everything for the sake of this worldly life. I'm going to give you an example, not from the stories of Prophet Muhammad this time, because Allah subhanahu wa ta'ala says about his messengers and his prophets all, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. If you follow the examples, the stories, you will learn something for sure. That's why I'm going to tell you a story about Jesus, Isa alayhi salam. So Jesus, or Isa in Arabic language, and actually his name is Isa, but maybe somebody will not understand. Isa is Jesus, the messenger of Allah. One day, he had his companions, his friends, and you can say his students. And he used to teach them. In every single situation, he has to teach them a lesson. So he gathered them one day, and they were walking. And a man, he actually offered to
be in their companion, in their company. So he said, I'm going to come with you. So he was walking with Jesus or Isa and his friends. And Isa and his friends start to pray. Isa alayhi salam, he had 3 loaves of bread. 3 loaves of bread, you know. That man, he found those people, they praying a lot. He got hungry and he got one of this, you know, bread and he ate it. After Isa alayhi salam finished the prayer, he was bringing this loaf of bread. He found just 2. He said, who take the 3rd one? Who took the 3rd one? That man remained silent. And he said, Moses, you are the only one who was sitting here. Everybody was praying. So I know this is you, but I want you to say, it is nothing. It is just a loaf of bread. So it is nothing. Just say, I did. I ate. That's it. But that man, because he was so attached, he said, I didn't. I don't know. I don't know. So Isa alayhi salam started to teach his students a very important lesson. The eternal lesson they will never forget. So we need to learn from Isa alayhi salam this lesson. Isa alayhi salam was walking with this man. And suddenly he watched, or he saw a deer. Deer. He called the deer, he came, slaughtered the deer, he cooked the deer, and then he asked Allah subhanahu wa ta'ala, he asked Allah to return him alive again. So the deer started to walk again after he died. So that man was amazed. What? After he died and was cooked, you know, now he became alive again. You know, it is amazing. He said, بحق الذي, by the one who showed you this sign, who ate the 3rd loaf of bread? He said, I don't know. He got him in his hands. And he found the river. And he passed the river walking on the water. And he was holding or grabbing his arm. After they passed or crossed the river, now he starts to ask the man again, by the one who showed you this sign, who ate the 3rd loaf of bread? He said, I don't know. Now, Isa, Maria, Jesus, he knew that that man is so attached to the worldly life. Now he's going to teach us and teach his friends or companions at that time. And how are you? He's going to teach them a lesson. You know what happened? He came and he made like 3 piles of sands. 3 piles of sands. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala, because we believe that Allah subhanahu wa ta'ala supported Isa, Jesus, with so many miracles. So people would believe. But unfortunately, so many people didn't believe. SubhanAllah. Among this SubhanAllah, this miracle, that he asked Allah subhanahu wa ta'ala to make this piles of sands gold. Now suddenly, once the gold started to shine, you know, that person, he lost his mind. He said, who's gonna take this gold? He said, the 1st one for me. The 2nd one for you. And he said, what about the 3rd one? He said, the 3rd one for the one who ate the 3rd loaf of bread. He said, I did. I ate the 3rd loaf of bread. Now he admitted. He said, Isa looked at him and he said, take it all. It is yours. And he walked with his friends and he left. That man didn't care about, you know, subhanAllah, losing the company of Jesus. He didn't mind. He didn't care about that. He just wanted, he was so happy with his pile of gold. And he was thinking, I'm going to buy a car. Not a car, of course, a horse. Maybe. At that time, a house, something. He was dreaming. He was planning for the future. For his future with his money. He thought the whole happiness comes through. The whole happiness comes through the money. That's why he was so attached with the money. You know what happened? He was planning and dreaming, and suddenly 3 thieves came passing by. They found, you know, the gold. And by the way, you know, this is in Arabic. You know that the poem about this, رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَهَبُوا إِلَى مَنْ عِنْدَهُ ذَهَبُوا وَمَنْ لَا عِنْدَهُ ذَهَبُوا فَعَنْهُ النَّاسُ قَدْ ذَهَبُوا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا
رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. هكذا It is hard to translate actually, but people are so attached to the money, to the money. They are searching, looking for the money. They are striving, struggling. They're gonna like give up everything for the sake of the money. Allah says in Quran, don't go so attached to your money. You know why? Because one day you will leave this money behind. Last week we had a funeral. A person, you know, he used to be a Muslim, but he passed away. And on the grave we said the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Once the person died, three matters, three things gonna follow him to the grave. His money, his family, and his actions, his deeds, you know. And his family will return back to enjoy his money. His family will return back after the burial, after the burial, subhanAllah. His family gonna enjoy his money. And the only thing will remain with you and with him, with everybody in your grave, is your deed. If it is bad, so your situation is so bad. If it is good, alhamdulillah, you should be thankful to Allah. So you should do something for that. So what happened? Three thieves passed by him. They found the gold. They lost their mind too. They decided to kill him. And they killed him. And they said, three piles of gold for three people. Now it is fair. Yes, this is mine, this is yours, and this is him. His. And now, what are you going to do? We should get ready quickly so we can leave this place before anybody else comes. So we don't have food. You going to go to the markets, to the city, to the market to get some food, and we're going to wait for you, God, the gold. Don't betray me. Never. We are friends. We killing people, we stealing people, we shed the blood together. So we are friends, companions. So don't worry, we will never betray you. So what happened? He just left and he decided, once he gonna come back, we will kill him. So instead of three like piles of gold, gonna be divided on three, gonna be divided on two. So our share gonna be more, increase our share. He went to get that food and he said, why should they share the money or the gold with me? I can poison this food and then they're gonna eat the food, and so I'm gonna take the whole money for myself. That's what happened. He poisoned the food. And once he came back, they attacked him and they killed him. And he said to eat the food before they leave. And all people died. The one who was praying to Jesus and three people, four bodies besides the gold. No one got benefit from this gold. In my country, Egypt, they used to bury the pharaohs. And they put beside them gold and silver and money and everything. What happened after thousands of years? What happened? They opened these graves, these tombs, okay? And they found the bodies beside the gold. The one who died will never benefit of the gold if you put it in his mouth, in his bucket, never benefit. The only thing will come with you to the day of judgment, your actions, your deeds. So don't let the money, don't let the worldly issue deceive you. So many people got deceived by the money. And when they get the money, they thought they controlled everything. They thought that they can control everything. This is our calamity. That's why so many people like have a competition. They have a competition. Who gonna collect more money? Who gonna be more wealthy? And in the end, when the angel of death will come to take your soul, you will leave all your money behind. And the first thing you will regret about that you didn't spend this money for the sake of Allah, to please Allah. Because you will know that if you spend this money for the sake of Allah, you will find it in the day of judgment. You will transfer the money. But you kept it till the last second of your life. You kept it. You know Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, what did he do? He was dying on his deathbed sallallahu alayhi wa sallam. He was getting unconscious and getting back again.
And he was, once he opened his eyes, he was asking, how much money do we have in our home? Aisha answered, 7 dinars. O Prophet of Allah, just 7 dinars. Seven dinars in the house of Muhammad. SubhanAllah. Oh, Aisha, speak it for the sake of Allah. What I'm gonna tell Allah, if you're gonna judge me about 7 dinars, what I'm gonna answer him, what I'm gonna say, if Allah asks me about 7 dinars. Are you ready to answer Allah subhanahu wa ta'ala? Everyone, are you ready to answer Allah subhanahu wa ta'ala? So actually we need to wake up. We need to wake up. We need to return back to the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We need to recalculate, replan to our life. But this time should be right. Don't think you will live forever. Everybody will die. Allah subhanahu wa ta'ala says, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Every single soul will taste death. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ. And indeed, you will receive your reward in the day of judgment. And if Allah subhanahu wa ta'ala took you from the front of the hellfire and give you paradise, this is the great success. May Allah subhanahu wa ta'ala make us successful in the worldly life and in the hereafter. May Allah gather our hearts together. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to be one unit in this life and gather us all in the company of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma aghfir dhunubana, warham ba'athana, wajbur kasrana, wa'ali maqamina, wa taqabbal minna, ikshif ya Rabbi al-ummat anna, zidna wa la tanqusna, a'tina wa la tahrimna, kullana wa la takun alayna, akrimna wa la tuhinna, ansurna wa la tunsur alayna, qaddir anna wa la takhdulna. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مرضى المسلمين وأن ترحم كل موتانا يا رب العالمين وأن تجمع قلوبنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.